موعدني تحكي لي قصة حياتك. ما لو وعدتك وهلا صار لازم احكي لك اياها. كان يا مكان كان في شاب اسمه عدنان، كان يحب الياسمين كتير، وكان شايف الدنيا كلها ألوان. وبيوم من ذات الأيام ابتدت حياته وابتدت الغربة معه. ما حبيت بهزلك قدام رفيقة في الدكان، بس إذا بشوفك بالدكان ومعك واحد منهم هدول رفقاتك بمسح فيكم الأرض، فهمت؟ ولا فهمك بطريقة تانية؟ وين أمي؟ كمل أكلك. تركي؟ تركي عمره إن شاء الله ما يأكل. صار يعمى فهمه كل هالسنين ما كان يفهم، العمى ضربه، بده يعيشني على كيفه، صاروا صغار بدهم يعيشوا الكبار على كيفهم. أبو عدنان أنت صاير عم تقسى كتير عليه. الولد يلي ما بده يمشي على رأي أبوه ويسمع كلمته موته أولى، فهمتي؟ لا تأثر بابا لا تأثر. كون حبيبي كون، خود أي صفار البيضة كلها. الله يسلمك يا أبي ويطولنا بعمرك يا رب. ولك فهموني، شبا بنت أبو زهير، عورة كتعة خرسة، من شو بتشكي؟ بس أنت الحق عليك، مدللتي ومطمعتي فيني. على كل يوم أنا نازل على المحل، بتقولي له يلحقني فورا، فهمتي؟ الغدا بدي اياه يكون جاهز الساعة واحدة تمام، عازم أبو زهير يتغدى عنا، بدي كل شيء يكون جاهز. وإذا إجوا أهلك بغيابي أو حدا منهم لا تلتهي فيهم وتضوعي الوقت بلا طعمة. بابا وحيد، ما قلت لي شلون دراستك الأيام؟ منيحة يا أبي منيحة، عم بدرس أنا ورفقاتي. الله يرضى عليك. خود بابا خود، هي خرجيتك. يسلموا يا بي. صرف وتبهنك. الله يخلينا اياك ويطولنا بعمرك. خود هدول صرفهم على رفقاتك، خليهم يعرفوا ابن مين انت. انت ابن المرحومه رحمه الله عليها. تعيش وتترحم يا بي. بس ما بتكمل مع بني ادم. يا عدنان الحقني يا عدنان. أهلين أبو نظمي، داعي لك والله يخلي لي إياك. كل شيء مثل ما بدك، بقيان التلوين بس. لا لا لا، عدنان عم يرسمون مثل ما أمرت حضرتك. ليش نحن منقدر على زعلك يا باشا؟ ولو حتى لو بدك تبعتهم على أمالك أخي، نحن شغلنا لا بيتبدل ولا بيتغير، وانت بتعرف شو يعني ابو عدنان بالمصلحة. يا بي، اذا ابو نظمي على التليفون خليني احكي معه. شو بدك منه؟ بدي اقول له انه بدي اغير له اللون الازرق باحمر بقلب عرق اللوزي احلى. لا تغير شيء، يلا اتدخل بكل شيء ابو ريشة، اعمل لي حالك رسام عالمي. روح بالكاسو، روح. لا تاخذني ابو نظمي. لا 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 لا، ما في شيء، كنت عم بحكي مع ابني. مظبوط ليكك، سمعت كل شيء حكيناه. اي نعم اي نعم،
عم يقول بده يحط اللون الأحمر بدل الأزرق، بس أنا ما قبلت لأنه الأحمر أيوة، بس لونه الأحمر مو حلو، فائع يعني. إيه خلاص مثل ما بدك، خلاص خليه على ذوقه. إيه إيه مثل ما قلت، هو مزوي مزوي. إيه مع السلامة عدنان. إيه أبو ريشة. نعم. عم يقول أبو نظمي قال بيثق فيك كتير، خلي الشغل على ذوقك. حبك، فوت اشتغل فوت. ولك هي مشان إذا عملت شغلة مرة تالت عملها منيح، لك يخرب بيتك. أنت شلون مدد تمديدات بيت أبو راشد؟ آه ولك أبوك بعتك مشان تتعلم مصلحة، يخرب بيتك طلع من وشي. ولا ترجيني وشك مرة تانية، طلع. قال بده يتعلم صنعة، تضرب أنت وأبوك. العام جيل بلا تربية، يخرب بيتكم. أمي. نعم. يرضى عليك يعطيني المصفاية. على عيني حاكم. هلأ أبوك بيجي من شغله جوعان ولازم يكون الغدا جاهز. يعني أبي بتجي باله كل أكلة ولا التانية؟ كبة وشاكرية مرة واحدة. يا هاي أمي، اليوم أبوكي قابض الراتب وحابب يدلل حاله، شو عليه يعني؟ ما بيطلع له؟ حركي اللبن على النار، حركي. يا رجل، حسيت النار صارت تغلي بجسمي غلي. لك يا عدنان يا حبيبي، بكل الأحوال لازم الواحد يسمع كلمة أبوه. ما شاء الله حولك، والله اللي بسمعك عم تحكي هيك بقول إني ما بسمع له كلمة. لك لك وين المشكلة؟ طالما عم بتطيه وعم تسمع كلمته، شو في جديد؟ بنت أبو زهير شريكه. شبه؟ بده يجوزني إياها. إيه وأنت؟ ما بدك إياها؟ ما بتحبها يعني؟ لك ما شفتها بحياتي ولا بعرفها. وليش بده يجوزك إياها؟ لك أكيد في إله غاية. طبعاً إلي غاية. نحن إذا جوزنا ابن حضرتك لبنت أبو زهير بنكون دعمنا الشراكة اللي بيناتنا، ما هيك أبي؟ بعدين أنا حكيت وسمعت إنه بدي أخطب البنت للولد. ما بعرف ليش لهلأ ما إجا. على كل حال هلأ بيجي وبتفاهم أنا وياه لشوف كلمة مين بدها تمشي. ابن عمي، بلكي الولد ما له خاطر يتجوز البنت. بالله، ومن إمتى هذا الشيء بيصير عندي بالبيت؟ ليش أنا لما اتجوزتك قدرت رد كلمة أبي؟ بس أنا بعرف إنه ما في غيرك مطمعوا فيني. لك حتى أخوه وحيد إذا ضل يسمع هيك كلام رح يطلع مثله لا سمح الله. طيب ابن عمي، ما قالك لوين راح؟ لا ما حكى. وين بده يروح يعني؟ مع واحد من هدول الزعران رفقاته. على كل إن هلأ بيجي وبفرجيه. بسيطة، لشوف كلمة مين بدها تمشي. صب شاي لك ابني، صب شاي. الله يرحم أمك. يعني والله انت وابوك مثل المجانين، في حدا بيتطلع من بيته هلا مشان ياكل ايه؟ ما نحن عائلة ابو ممدوح الله يخلي لنا اياه، يلي مو حارمنا شيء. عجبك ولا ما عجبك؟ عجبني بنت ابوكي. هذا انت بنته عم تعملي هيك، لو تكوني صبي شو عملتي فينا؟ دور على وحده مثل بابا وبتجوزها. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. شو لوين يا مهون؟ كل ما اجيت لزوركم ما بلاقيكم بالبيت. لك لوين عم تشطوا؟ طول عمرك شطاطه. جنكات. اهلين اختي، اهلين. تفضلي تفضلي اختي. فوتي امي، فوتي. تفضل. لا ما حلوه انت خالتي. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلا. تفضل. بجوز بهاليومين يجوا جماعه يخطبوكي. نعم. شبك التوى حنكي، كل بنت مصيرها تتجوز تروح لبيت جوزها. صحيح انا ما كنت ناوي جوزك بعد ما ماتت امك، بس هلا انا الاوان لك بنتي. اجاكي عريس محرز تمام، لا تقليلي مين هو لحتى تصير الخطبه رسميه، ساعتها بقول لك مين هو. الله يرضى عليك يا بنتي. ابو
مساء الخير امي. مساء النور، وين كنت لهلا لك ابني؟ ابوك انا بالدنيا عليك. يا امي شو انا ولد صغير لحتى يقلب بالدنيا علي؟ وين بدي يكون يعني؟ عند رفيقي توفيق. ما قال لك لا تروح لعند رفقاتك، ما بيحبون. يا امي مالي غير هالرفيق. يا ام عدنان الله يرضى عليك، الله يحن عليك، ابوك لا تعنده، مالك قده. يا عمري انت، يا عمري انت، انت بتعرف اختك ماجدة قديش بحبها، عنده اياها بالدنيا. ومع هذا كله ما حضر عرسها، لما راحت سافرت على المانيا هي وجوزها سمير، ما راح ودعهم، عم تبعث لنا مكاتيب، عم يشقهم، ما عم يخلي حدا يقراهم. يا امي انا شو دخلني بكل تصرفاته؟ اذا هو معقد من ابوه انا ما بدي اطلع مثله. انا شايف الدنيا كلها تألوان وياسمين وهو شايف احجار وبطون. يا امي ما بتسمعي كيف بيتمسخر علي وبينادي لي ابو ريشه لاني بحب الرسم، رغم انه الله وكيلك لولاي ما في حدا بالمحل بيعرف يشتغل شغله ولا يمسك ريشه ولا يرسم ورده. يا امي يا حبيبي انا شو دخلني بالريشه وبالحجار؟ ميمي انا رايح ادرس عند رفيقي. ايه روح امي روح روح، الله يحن عليك، انت اصلا ما حدا بيقدر يقول لك شيء، انت ابن المرحومه يا عمري. دقلنا ميمي. الله معك يا أمي. شو قلت عيوني؟ ما قلت شي، مستعد اسمع كلمته بكل شي إلا بجوازة بنت أبو زهير، إذا بيعلق مشناتي ما بتجوزها. لك أنا غاسل إيدي منك من زمان، تعرف من إمتى؟ أنت وأختك غاسل إيدي منك، تعرف من إمتى ولا؟ يا بي والله ما قصدي إزعلك. وقت ما حطيتك عند معلم البلاط مشان تتعلم المصلحة، بتعرف شو قلت له؟ قلت له أنا ما بدي أتعلم البلاط، ما بدي أتعلم البلاط، لأنه هيك أبي بده، أبي بيشتغل بالحجر ونحن بده يشتغل فينا مثل الحجار، ما هيك ولا؟ أخس أخس عليك وعلى ساحتك. تفضل يا أبي. يسلموا يا بنتي. ولك يسلموا هالإيدين، إمتى بقى بدي شوفك ببيتك وأفرح بولادك؟ أبو سابق طاوشني طوش وما عم يسألني إلا عنك، شو أخبار أمل وشو عم تعمل أمل؟ تسأل عنه العافية خالتي. أختي أمل لسه ما خلصت دراسة معهد الخياطة. يا شو هالحكي؟ ليش يلي بتتعلم الخياطة ما فيها تترك وتقعد ببيتها وتربي ولادها، وخاصة إذا إجاها عريس لقطة؟ حبيبتي إلا أنا ولا أمك تعلمنا، بكفي أبوك درس وأخذ الإعدادية وصار شو؟ كاتب قلم. وهي عمك أبو ثابت ما درس إلا للصف الثالث، ولكن ما شاء الله أحسن فران بالحارة. أختي أم ثابت إن شاء الله بتفرحي بولادك. أما لساتها مثل ما قلت لك أم ممدوح عم تدرس، ونحن ما لنا مفكرين نبطلها من معها. يو وشو بدها تطلع يعني؟ أولتها وآخرتها رح تنضب ببيتها وتربي ولادها. لا تزعلي منها أختي أم ممدوح، البنت بتخجل لما بتسمع بسيرة الجواز. لا أمي لا، أمل ما زعلت، أمل راح تساوي البطيخة اللي جبت لكم إياها. أختي هلأ أنت بهاليومين كتراني سيرة جواز عندك كتير، شو ليكون في شي لسه ما قلتي؟ تفضلي. فهمتيني أبو ثابت باعتني لأحكي معك بهالموضوع. موضوع شو؟ كلك مفهومية أبو ممدوح، شبنا موضوع ثابت وأمل. ثابت وأمل شبهم؟ عدنان هلأ أنت حاطط عينك على بنت أبو ممدوح؟ ايه شو رأيك؟ شو رأيي؟ ما في أحسن من هيك رجال بكل الحارة، أدب وأخلاق ورجولة، وما في حدا اللي بيحبه وبيحترمه. بس أنت شو بدك تعمل مشان أبوك؟ ما هو المشكلة إذا دري أبي بده يعمل العمايل وبده يفضحه لأبو ممدوح ويسبب له إحراج. فإذا أنت لازم تسكت وما تجيب سيرة لحدا لحتى تشوف ربك شو بده يسر. أنا قلت لحالي أحكي لأمي، شو رأيك؟ رأيي إنه أمك ما خرجت تفتح هيك موضوع مع أبوك، وخصوصاً إنه حاطط بباله بده يجوزك بنت أبو زهير. إذا أمك فتحت هيك موضوع مع أبوك راح تعلق أنت وأمك مع أبوك، وأنت بتعرف المسكين أمك ما خرج هيك حمل مع أبوك. معك حق. بعدين تعال هون، من إمتى صايرة تخبي عني؟
وشو خبيت عنك؟ رح اقول لك يا سيدي شو خبيت عني. متعرف على البنت وحاببها وناوي تخطبها وانا ما معي خبر شيء مثل الاطرش بالزفه، تضرب هيك صداقه قوم. صدقني لحد الان ما حكيت معها ولا كلمه، بس اكثر الاوقات بتمرق صدفه بحارتنا وانا بلتقي فيها. عدنان بزمتك هلا هي اللي بتمرق صدفه من حارتكم ولا انت اللي بتمرق صدفه ويوميا من حارتهم؟ يا ريت بلا غرازه. بدك تروح على المسرحيه لما لا؟ اكيد. تشرف ونط البطل من دون ما حدا يشوفه وفات عليهم من الشباك وبلش يرشهم واحد ورا واحد واحد ورا واحد. قام تخبوا تحت الطاولات ورفعوا ايديهم لفوق، لم الذهب والمصاري وهرب. ولك ابني كم مره صرت حاكي لي هالفيلم؟ لا يا ابي هذا الفيلم غيره. اسمع القفله. ضل يركض البطل لحتى وصل لشجره عاليه كتير، عربش لفوقها وزت حاله من راس الشجره اجى على ظهر الحصان وبلش يركي مثل الريح وضل يركض يركض لحتى لحق بالصبيه البطله، حطها وراها على الموتور على الحصان وهرب. ها هيك تغيرت القصه صارت احلى. لتكون انت عم تترك دراستك ومدرستك وتروح على السينمات؟ لا لا ابدا يا بي، شو هالحكي هذا؟ بالعكس، اصلا هذا الفيلم الاستاذ قال نحضره. ايه لانه بجوز يجي منه اسئله بالفحص. على فكره هذا الفيلم يعني بيطير العقل، حتى عم فكر احضره مره ثانيه، شو رايك؟ يا ترى البطل ابننا وين بيكون هلا؟ على انو شجره؟ هو يسترجي ما يوافق، اذا ما بسود عيشته هو واختي انا ما بكون مثابت. بعدين على شو تقبرني شايف حاله؟ لازم يفرح بعبه لانه رح ناخذ من عنده. كانت عيب طرقته هو واللي بياخذ من عنده. لك شبكي امي شبكي، انتبهي شو عم تحكي. ايه مو لإنا شبك انت التاني صار ذهنك سميك؟ ها؟ امي بصراحة مو بس جوز خالتي ما له خاطر يعطينا، انا حاسس انه خالتي كمان ما له خاطر. هلا صلى كلمة تانية ام ريالي؟ ايه بدون يمين بدقة قتلة مثل قتلات زمان وبنص بيتها، مو تقول انه كبرت وصار في عندها بنت خرج جواز تقوم تشوف حالها علينا؟ انا اختها وبمصع رقبتها. لك شبكي امي شبكي؟ هلا هيك بدك تجوزيني؟ بمصع الرقبة والتلبيط والتخبيط؟ هلا لا تورني أكثر من هيك؟ هلا بروح لعندهم وما بطلع إلا وكاتب كتابها. أمي نسيت أسألك، أنت فتحتي معه الموضوع قبل هالمرة شيء؟ لا والله ما لي حكي معها بهيك موضوع قبل هالمرة. لكن هيك بتقطع وتفصل بدها تلبسنا على كيفها ليكون نحن طراطير وما لنا عرفانين. هي أختي إنسابت طول عمرها هيك، يعني ما حلك تعرف طبعها؟ طبعها على حالها. اسمعي لك انا ما بدي وجع راس، بنتي مو ملاقيها بالطريق لحتى ارميها هيك رميه. شبنا ابو ممدوح، شو نسيت انه ثابت بيكون ابن اختي؟ وتشرفنا يا ستي، بس لا تاخذيني ما بيرفع الراس، احكي لك قصصه بالحاره ولا عندك شيء يكفي؟ ابو ممدوح امنا من هالسيره بقى، كانه جوازه صارت وانتصبت الزينه. حاكم اختك وبعرفها، إذا ما بيصير مثل ما بدها بتفضح الدنيا. صباح الخير يا أمو. يسعدني صباحك يا بسوم. صباح الخير يا بي. صباح الخير. ما خطربتنا وقلت لنا وين كنت سهران امبارحة طول الليل. يا بي أنا رجعت امبارح الساعة 9 وحضرتك كنت نايم. ايه طبعا بدي نام، لكان بدي كاني استناك واستنى تشريفك. طبعا بدي نام لك ابني، بدي اكون سهران يعني. لك انا ظهري مكسور من الشغل لانه انا بالمحل عم بشتغل لوحدي لحالي، ما في مين ياخذ عني كتف. حتى تنبسط انت وامك تفضل شوف، شنف لي اذاني قل لي وين كنت، بأنو معرض رسم، بأنو متحف، بأنو سينما. يا بي طلعت أنا وتوفيق تمشينا شوي. هذا رفيقك الصايح؟ وين تمشيتوا؟ هذا خلاك؟ ولا رحتوا قعدتوا بالقهوة؟ يا بي أنت بتعرف إنه أنا بحياتي معك بالقهوة، رحنا حضرنا مسرحية. مسرحية؟ أيوه لا تأخذني فناننا العظيم. حاكم صاير موالك من رأسك أنت، ما حدا بيعرف عنك شيء. ولك يا ابني الواحد ليش بيجيب اولاد؟ مو لحتى يعاونوه ويوقفوا جنبه
ولا لا يزعجوه بالفوته وبالطلعه على الطالعه والنازله؟ يا بي ممكن اعرف انا بشو زعجك؟ زعجني بهالفرشايه وسطل الدهان يلي حاملهم وداير وعم تشخبر هون وهون. لك يا ابني بطلت هاي الشغلات بطلت، روح تعلم لك صنعه الباطون. لك صنعه الباطون هلا صار وقتها. هذا الطين والخشب بطل، لك هلا صار وقت الباطون، صار وقت البنايات، صار وقت الحديد. يا بي صرنا حاكين بهالموضوع ألف مره، قلت لك انا ما بحب الباطون ولا بحب الشميتو ولا بحب الحديد ولا بحب الحجار. خلاص خلاص فهمنا، لا تاخذنا بالكاسه، جرحنا شعورك، كسرنا فرشايه احاسيسك، خربطنا الوان لوحتك حبيبي. المهم شو صار معك؟ بشو انت بتعرف عن شو عم بحكي؟ لا تجذب علي، عم بحكي عن بنت ابو زهير. يا بي انا مالي خاطر بهالجوازي. هلا بقى ما بقى اتحرك من هون لاعرف ليش. هلا اذا حكيت بتزعل؟ اذا حكيت ولا ما حكيت بدي ازعل. شو ما قلت بدي ازعل. ليش ما بدك تتجوز؟ ليش؟ شبه بنت ابو زهير؟ ولا نسيان انت انه صار عمرك من فوق ال 30 سنه ويلي قدك تتجوز وصار عندهم عر اولاد؟ لا ما نسيت. لكان ليش ما بدك تتجوز يا مدلل امك؟ ولا ناوي تترهبن؟ طيب شو فيها يا بي؟ شو فيها؟ ولك شو بدهم يقولوا عن الناس لما بعطي كلمة للرجال وبطلب بنته لابني وبعدين ما بنفذ؟ شو بيقولوا؟ والله الولد ما رضي، ما قبل ابنه. حلوة هي بحقي ولا؟ لا يا بي، بس بيقولوا انه ما عاد في نصيب. بيقولوا ما في نصيب ولا بيقولوا الولد قليل ادب وقليل تربية؟ يا بي هذا الموضوع بخصني وانا بحدده. شوفوا لا، انا بحياتي ما كسرت كلمه ابي، ويلي بده يكسر كلمتي بكسر رقبته بكسر رجله وبحمله اياها، فهمان ولا لا؟ طول بالك يا رجال طول بالك. شوفي انت، ما بدي اسمع صوتك منوب، ما بدي اسمع بهالبيت غير كلمه حاضر وامرك، فهمتي؟ يلي عجبه اهلا وسهلا، ويلي ما عجبه الدرب يسد ما يرد الباب بفوت جمال. وانت ولا ابو فرشاي المسا بدك تقرر، يا منروح منخطب بنت ابو زهير يا اما بتلاقي لك مأوى غير هالمأوى، ما بتجي على هالبيت نهائيا وما بتورجيني وشك. وحيد انا حاضر يا بي وتحت امرك. ما في غيرك انت اللي بفش لي قلبي، الحقني اللي قلك بدي اياك يا مرضي انت. ما حدا بيعرف رسم هالرسمة إلا ابنك عدنان. شو يعني؟ إذا ما إجا عدنان بيتعطل الشغل؟ شوفت عينك يا معلم، هو أكثر واحد بيفهم باللون، وبعدك عن هذا كله هو أشطر واحد بالخط العربي. حلو، قولك أنا شو كان بدي بهاللعي كله؟ صحيح جدي لعب بعقل تيس. قولك أنا شو بدي بهالشغلة؟ بحياتي لا اشتغلت بالرسم ولا بالألوان ولا بالدهان، طول عمري أنا بنحت بالحجار وبالصخر. قلت له بدنا نساوي معمل بلوك وشمينتو، لعب بعقلاتي فوتني بالباب، فوتني بابواب مالي فيها. ولك تضربوا منكم للرسم للالوان للوحات، ما بدي خلي له شيء.
وإذا كان جوزك تعرف حاله إنه كاتب ألم مدري رئيس ألم مدري شو بيقولوا له، لازم يعرف إنه نحن كمان عملنا العجاية مع أبو ثابت لحتى رضي إنه خطب بنتكم لابني. أختي الله يخليكي، إمينة من سيرة جواز بقى؟ وليش؟ لا تكوني خايفة منه، ليه أصلاً جوزك ما بيخوف حدا، وأنا أجيت لحتى أشوفك لأنه بعرف إنه هو هلأ بالشغل وبنتك بمعهد الخياطة. وشو بدها تعمل بالخياطة؟ تقبريني. هلأ أختي أنت ليش عم تدللي؟ أنتوا بدكم إنه ابني يخطب بنتكم ولا لأ؟ لأ. ايه بالناقص منك ومن جوزك ومن بنتك كمان، ولك روحوا شوفوا دكانة ثابت الجديدة قبل ما تقولوا لا. كانت العين طرقتك انت وبنتك وجوزك كمان. لكن ممدوح انا هلا تاركتك بس راجعت لك بعد كام يوم وانا فرجيكي. انصار للشوحة مرجوحة ولا ابو برئيس ابقاب. نسيت قلك ان المشمشات تبعك مدودين. طيب يا بي، بركي عدان ما بده يتجوز بنت ابو زهير. وليش لحتى ما يتجوزها؟ شو يعني؟ هو احسن منها ولا امه احسن من امها؟ لك هذا ابو زهير رجال غني الله منعم عليه، يعني اذا صار نصيب ووافق يعطينا البنت لاخوك خلاص بيكون حظه من السماء، بس اخوك نكدي وجئر ما بيسمع كلمه، بده يهيني قدام الناس يصغرني بنظرهم. لا يا بي لا، وانا وين رحت؟ يا ابني انت لساعتك صغير، بدي اياك تاخذ الشهاده من شان تقلع عيونه هو وامه. امك الله يرحمها وصتني فيك وامنتني عليك، قالت لي دلله دلله رحمه الله عليها. على كل انا اعطيته هلا مهله اليوم المساء، يا أما بيوافق يا أما ماله قاعدة بالبيت ولا إله شغل عندي هون بهذا المحل، فهمت؟ طول بالك يا بي طول بالك لنشوف شو بيقرر اليوم. يلا يا بي تريد شي؟ أنا رايح على البيت. لا سلامتك، خود بابا خود هدول المصريات اصرفهم على كيفك وتبهنك. الله يسلمك يا بي ويطولنا بعمرك. يلا خاطرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو زهير تفضل. السلام عليكم. مع السلامة بابا. يا أبو زهير طمني، وصلت البضاعة؟ أبو عدنان حواليك معلم باطون جاهز وياخد السعر اللي بده إياه. أخ على حظي أخ. وأنت ليش عم تندب حظك؟ لأنه هيك بيصير باللي بيسمع كلام مرته وابنه. ومن إمتى هالحكي؟ من وقت ما سكرت منشرت الرخام والحجر ولحقت هذا عدنان أبو فرشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عدنان اطلع من البواب اضحك بعبك، ولك أنت فتحت لك طاقة السعد لما اشتغلت بالأنتيكة. ما قلنا شي يا حبيبي ما قلنا شي، بس فعايله هي لك سلت لي عافيتي. سلي يا رجل. خير إن شاء الله. شبك طلع لي بقصة الرسم يوة. والحفر والنقر على الخشب والتلوين والمدري شو والتطعيم. هلكني هلكني يا أبو عدنان. مو أنت كنت تقول مربح بالزرنيخ ولا خسارة بالعسل؟ إذا بدي ضل مسايره ولاحقه لأصفع الحديدة وما يصح لي غير الزرنيخ. بس أنت عم تدفع له أجرة مثل أي صانع. مو هون المشكلة يا أبو زهير، القصد هي شغلة الرسم والألوان إلها ناس هالأكابر يلي بيفهموا بهالشي، وهدول قلال. أما شمينته والحديد والبلوك فهذا للكل، بدك تفتح عين تغمض عين لسا تلاقي الزلم صارت من باطون. اي والله. شو صار معك؟ ما قدرت اروح المحل لأنه بده يبهدلني قدام الناس. يا أمي يا حبيبي الله يرضى عليك، رسينا على بر بقى. والله ما لي قد حمل الزعل أنا، عيم الله من وقت ما سافرت أختك وتجوزت هلا عيوني ما عم يساعدوني على الشوق. يا أمي انتهينا من هذا الموضوع أرجوكي. حلو، يعني بدك تتجوز بنت أبو زهير؟ لا. ليش؟ ليك وحيد لا تفتح معي تحقيق انت الثاني، انا مالي ناقصك بنوب. انت لازم تسمع كلام ابوك.
بكل شيء بسمع كلمته، بس بهي الشغله لا. يا اخي يا حبيبي، بنت ابو زهير بنت منيحه كثير، وفي وراها ورثه مرتبه يا غشيم. عظيم، معناته تجوزها انت. انا ليش لا؟ هلا انت تماما تماما شو بدك؟ بدي اعرف شو بتشتغلوا بهالمكتب وشو بتبيعوا. اخي نحن بنشتغل بكل شيء وبنبيع كل شيء، وبنفس الوقت ما بنشتغل بشيء ولا بنبيع شيء. شلون هي؟ ما فهمتها. شوف حبيبي، انا ماني فاضي اعطل نهاري وضل اخذ واعطي معك. اللي انت حدا بعتك لعندي شيء بشكل خاص؟ لا. حلو. طيب انت في شيء بمخك حابب تقول لي اياه، او عندك شيء بدك تعرفني عليه؟ لا. لا اصبح ورجيني عرض كتافك حاجه غلاظه بقى. بس ما قلت لك. لم قلت لك، قلت لك بس انت مخك سميك، ما لك حابب تفهم. لعم ما اغلظها نلع. الو، اهلا يا ابو النمس. لك وينه هذا الزلمه اللي بدك تبعته يستلم البضاعه؟ الله يصلحك ويهديك. طب بدي قلي خبرني، قلي انه بده يتاخر، لكن رح نتورط. لك فات لعندي واحد فكرته الزلمه اللي بعت لي اياه، ولو ما انا اذني قلبي منه كنت بدي نزله على المستودع وسلمه البضاعه، وساعتها كنا انبسطنا خير الله. احلاين اذا طلعوا جماعه المكتب السري تبع الجمارك، ولي هدول العلقه معهم ما لها دوا بنوب. ايه عدنان شو ناوي تساوي؟ بدي اترك البلد وسافر. انا بعرفك عالم منيح وبتعرف مصلحتك. انا برايي ما في داعي تتسرع ولا ما تلاقي حل لمشكلتك. مشكلتي مع ابي على ما يبدو ما لها حل ابدا، لانه نحن اثنين من طينتين مختلفتين. بتحب صالحكم مع بعض؟ يا ريت يا ريت والف يا ريت، لاني حاسس حالي رح بختنق، حاسس في شيء مطبي على صدري. تعرف ليش؟ لانه ابي ما عم يتعامل معي كبني ادم له حس وشعور مختلف عنه. ابي بده ياني عبد، نسخه طبق الاصل عنه. هاد الشيء ما بصير، مستحيل يا توفيق. وين رايح؟ ما بعرف. بتصدق اني ما بعرف؟ عدنان حبيبي الدنيا صارت بعد نص ليل، وين رايح هلا؟ ما في مشكلة، لما الاقي شيء مكان يقاويني ونام فيه. بلا غلاصتك هلا. عدنان بيتي بيتك، انت اخي. بتنام عندي الليلة ومتعشى سوا، هلا بتخلي الوالدة تعمل لنا عشاء ومننام هون. شو رايك تشتغل عندي بالمسبحة؟ أبي ما رح يتركني، أنا بعرف، ولا رح يتركك، رح يضل رايح جاي لعنا. وأبي ما بتفرق معه الكلام اللي بيطلع على لسانه بيقوله مهما أذى الناس. وأنت مو ناقصك مشاكل مع شريكك بالمصبغ. كلامك مزبوط. ماشي حبيبي، هلا خلينا نفوت نتعشى، وبعد العشاء بنحكي وبندردش مع بعض. شرف. توفيق، صدق أنا من غيرك ما كنت أعرف شو بدي أعمل. أنت أخي، تفضل. يا ترى فين أراضيك يا ابني؟ هو بده ينام. وين بده ينام يعني؟ شي خرابي. أنت بيهون عليك ابننا الشنطة؟ هو بيهون علي يكسر كلمتي وطالعني كذاب قدام الناس؟ ما لي كلمة ببيتي؟ على كل حال انت مو احسن منه. اذا بدك اياه وخايفة عليه روحي دوري عليه وعدي انت وياه عيشي. انتو مو احسن من اخته يلي هربت على المانيا هي وجوزها. لك انتو كلكم من طينة واحدة، سيبة واحدة، انانيين. يا بي هلا انت ليش زعلان؟ يعني ما بتعرف ليش زعلان؟ بعرف انت زعلان لانه اخي عدنان ما قبل يتجوز بنت ابو زهير، ما هيك؟ اي نعم.
خلاص يا بي، انا ما بيهون علي زعلك بنوب. بعرف انه انت قلبك علي مو مثل غيرك، بس شو بدك تقول؟ خلصني. يعني انا فكرت بالموضوع منيح وطلع معي انه انت فعلا معك حق تكون زعلان. يعني مو حلوة تكسر كلمتك قدام ابو زهير، وخاصة انه ابو زهير ناطر انه اليوم او بكرة او بعد بكرة تروح وتطلب ايد البنت. مشان هيك لازم بكرة تروح تطلب ايد البنت. كيف بقى؟ اذا ما تزوج اخي عدنان بتزوجها انا. يعني نحن اثنين اخوات، وابو زهير ما راح يفرق واحد عن الثاني، وهيك بنكون حلينا المشكلة. سمعان الحكي المعدل، سمعان الولد المرضي يلي بيحب ابوه وبده يرضيه، سمعان؟ لا هيك ما بيصير. شو تفضلتي؟ ليش ما بيصير بقى؟ هي اكبر منه. دخيلك بسنتين، شو صارير؟ خربت مالطه. انت لما رحت لعند ابو زهير قلت له بدك تخطب بنته، قلت له لا عدنان شي؟ ليش شبني انا ميمي؟ فعلا انا قلت له لابو زهير بدي اطلب ايد البنت لهالولد، بس ما حددت له انا ولد. برافو عليك ابني، برافو عليك يا وحيد، انت حليت لي هالمشكله. الله يسلمك. برافو عليك. وهذا ابنك عدنان ما له فوت لعندي لا على البيت ولا على الشغل، خليه يحمل فرشايته ويروح يلاقي حدا يقاويه. يلا. يا اخي ابو عدنان، اهلا وسهلا. تفضل. يا الله، يمكن مستغرب جيتي لعندك هيك على بكير. ولو البيت بيتك ابو عدنان. الله يسلمك. قل لي شو رايك بالبضاعه اللي جبت لك اياها؟ منيحه؟ وعم تاخذ رايي؟ انت بتجيب الا كل شيء منيح. بتعرف امبارح بشو فكرت؟ بشو؟ قلت لحالي نعمل المحلين محل واحد، بدل ما كل واحد فينا قاعد بمحل ونحن اثنين شركاء. عيني عليك، انا من زمان عم بفكر بهالشيء، بس يبدو مو بس المحلين بدهم يصيروا محل واحد، لا والبيوت كمان بدها تصير بيت واحد بإذن الله. كأني عرفت، بس ليش هو مستعجل؟ شوف أنا ما بحب لا ضيع وقتك ولا ضيع وقتي. أنت بتحب نجي نخطب رسميا نطلب إيد هالبنت لوحيد؟ وحيد؟ إيه وحيد. شبه على كل إن امبارح بالليل استعجلني مسكين، قال لي بابا ليش ما بتروح بتخطب لي اياها لهالبنت وخلينا نخطب. شبك ليش عم تضحك؟ لا ما في شيء ابو عدنان، بس فكرتك جاي تطلب ايد البنت لعدنان. هلا شو بتفرق معك انت لعدنان ولا لوحيد؟ جمال محل جمال بيبرك. شبنا بعدين بهالحاله هي بنعجل فيها مشان نحل لك مشكلتك. كيف؟ هلا انت ما عم تقول انه هالبنت واقفه بطريقك ولولاها كنت تجوزت من زمان؟ يلا حل هالمشكله بقى. ليك ابو زهير بدك مين يعتني فيك؟ لانك هرهرت انت. اهلين عمو بعدنان. يا هلا، اهلين بعروستنا والله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلم. الله يحفظك. تفضل اخي. اي والله اهلا وسهلا. اهلين.
حطيت الفولاض على الطاولة لمين. الله يسلم ايديك وحيد، ما تعال لك شوي. خير ان شاء الله. انت متأكد انه بدك تتجوزها لبنت ابو زهير؟ طبعا، لانه مهم الواحد ما لازم يزعل ابوه بنو. اخوك ما زعل ابوك بشي، بس ابوك هو ما بيحب حدا يخالف اوامره. بعدين ميمة وحيد، هي جوازة مو لعبة. هلا انت متأكد من اللي عم تقوله؟ ايه امي متأكد، وفكرت منيح بهالقصة. لك يا امي، هلا انتو ممكن ترتاحوا وتنحل كل مشاكلكم، هي حليناها. وعلى فكرة بحب طمنك انه ابي قبل ما يطلع من البيت قال لي انه رح يروح اليوم على بيت ابو زهير ويطلب ايد البنت. ارتاحوا بقى. ابو زهير موافق؟ طبعا موافق، يعني هيك قال لي ابي انه هو بالاساس موافق. انت عم تحكي هيك لانك معصب من ابنك عدنان. ايش هو انا ولد صغير حتى احكي حكي مالي قده؟ لك ابو زهير انت بتعرفني هيك؟ محشوم ابو عدنان، بس بدي اسالك، معقول تكتب وكالة عامة لابنك وحيد الصغير وتترك ابنك عدنان الكبير؟ شو له عندي؟ المال مالي، انا حر فيه، ان شاء الله رح ارقع على حياة عيني، ما حدا بيسترجي الي تلت التلاتة قديش. ومرتك ام عدنان؟ شو ناقصها؟ آكلة، شاربة، نايمة، مكسية، محدية، ووحيد حنون، ما رح يقلها ترك البيت. بعدين أنا بدي كافئه وملي عينه وارفع قيمته قدام الناس. شو قصدك أبو عدنان؟ قصدي مثل ما فهمت أبو زهير، مثل ما عندك بضاعة وشايف حالك فيها، كمان نحن عندنا بضاعة بترفع الرأس يا أخي. حلو، إمتى العزم والتنفيذ؟ لتجهز العروس. العروس جاهزة، بس إمتى بده يصير هذا الحكي حقيقة؟ هلأ وبهالدقيقة وحياة عينك. وبدون يمين لا تروح معي وتشوف بعينك. شرف. تفضل. ايه عدنان، انت لازم ترجع البيت حبيبي. يعني انت اتضايقت من وجودي عندك ببيتك؟ يعب الشوم عليك يا عدنان، يعب الشوم. لك انت اخي والبيت بيتك، بس انت لازم تكسب رضا ابوك والا بتخسر كل شيء. عدنان حبيبي، رضا الله من رضا الوالدين، صح ولا لا؟ يلا روح بوس على ايده وراضي. يلا حبيبي يلا. بده يعدي نفس الموضوع، بعدين هو اللي قلعني. لك يا عدنان يا حبيبي، هلا كل اب لما بيزعل بيحكي هيك مع اولاده، بس ما بيكون قاصد، معقول يعني؟ يلا روح توكل على الله. عدنان لقي لي حبيبي المساء مشان نروح على صاله الفنون. حبيبي مثل ما قلت لك، يلا حبيبي جيب الباقي. يلا شبكي. ان شاء الله ابوك ما عصب عليه. لا لا ما عصب، اطمني، انا روقته لابي واخي عدنان بس ايده واستسمحه. روح الله يرضى عليك يا رب. ما قلت لي ليش رجعت؟ ما لقيت حدا يشغلك ويقاويك؟ الدنيا ما بتخلى يا ابي، بس بتضل انت ابي ورضاك انت وامي بيهمني كتير. ايوه رضاي بيهمك كتير قد ما بتسمع كلمتي انت يا ابي. شو في شغله قلت لي اياها من وقت ما كنت صغير لهلا وما نفذت لك اياها؟ ما في شيء ابدا الا شغله الخطبه. يا اخي يا حبيبي يا اخي عدنان، اذا انت معتبر الخطبه مشكله فنحن ريحناك منها. اذا خلاص ما عاد في مشكله. بس ما باركت له لاخوك ولا ما بيهمك فرحه لانه من ام تانية؟ يا بي انا بحياتي ما خطر ببالي هيك حكي، بعدين عليش بدي بارك له؟ على الخطبه، خطبنا له بنته لابو زهير. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك لي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مشان تعرف الفرق بينك وبينه، بين يلي بيطيع ابوه ويلي ما بيطيعه. الاثنين بيطيعوك وبيحبوك ومالهم غيرك، الله يديمك فوق راسنا. أنا ما كملت كلامي. يلي بيطيعني لازم ياخذ مكافأته. ولذلك تفضل، هذا توكيل بكل أملاكي كتبته باسمك. تعرف ليش؟ حتى إذا صار لي شيء ما يستفردوا فيك. بعيد الشر عنك يا أبي، الله يطول بعمرك.
الله يسلمك يا بي ويطولنا بعمرك يا رب. هدول مشان تشتري اواعي جديده، لانه رح نروح نخطب البنت بشكل رسمي بعد كم يوم. اما بالنسبه لك يا عدنان افندي فانت بتعرف اني ما بنسى شيء. Thank you.